أصعب 10 دقايق عليا في حياتي كلها. منتخب مصر نازل النهارده بيلعب بروح أكون أو لا أكون، ربنا يستر يا رب يا رب. متابعينا السلام عليكم، مرحبا بكم معنا بمدينة سان بيدرو ومباراة الثمن النهائي بين مصر وكونغو الديمقراطية. ستعيشون معنا كل ما حصل قبل أثناء وبعد هذا اللقاء. ان شاء الله نفوز النهارده ان شاء الله 2-1 بعون الله. منتخب الكونغو فريق قوي بس احنا برضو المصريين، احنا المصريين ان شاء الله بطوله في القاهره النهارده 2-0 ان شاء الله. فاضل 10 دقائق ان شاء الله هنحرز الهدف الان ان شاء الله، ان شاء الله النصر لمصر ان شاء الله. اصعب 10 دقائق عليا في حياتي كلها. منتخب مصر نازل النهارده بيلعب بروح اكون او لا اكون، ربنا يستر يا رب يا رب. قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله. هكذا انتهت موقعة مصر وكونغو الديمقراطية بتأهل هذا الأخير إلى دور الربع النهائي بالضربات الترجيحية. إلى أن نلقاكم في موعد أخرى، ابقوا أوفياء لوضع.